الاسم البورصة أنا الموالد خنفرة وصلوا بداء السرطان. كان في الأول عندي في حالة ديال التدي واحد، دابا نقص ديال التدي الثاني. وكتعرفوا المصاريف والطبيب عندنا هنا في السوق تاع الصحة مازال ما كيوفرش كاع جميع، واخا كاين الراميد واخا كاين يعني كاين شي لوازم خاص ديرهم على برا وديرهم في قطاع خاص. وكتعرفوا الانسان ما خدامش وما كاينش شي مردود وما كاينش شي حاجه شي تغطيه صحيه. يعني كنطالب من الله ومنكم الا كان شي اعانه وشي حاجه حتى ندير هاد جوج ديال العمليات اللي عندي ديال باش نحيد بجوج عوم، لحقاش ماشي غير وحده. وربي راه واحد كيعطي على قد نيته، ربي اللي يطيح شي انسان في هاد المازق هذا ولا في هاد الحاله هادي ولا عطى شي حاجه عطاها الاخر سوء. والحمد لله المهم الانسان انه ما حدو في الحياه كاع حمد الله على اي حاجه سواء زوينه سواء تخايبه. انسان ما عمره ما يقول غتبقى زينه، لحقاش صافي الله في هذه الكلمه هذه اللي كان جا لهذا المرض في واحد الوقت راه يمكن كان عندي الامكانيات الماديه باش انا نمشي حتى لفرنسا على النفقه الشخصيه ديالي ونعالج راسي، ولكن الحمد لله اللي جات من الله مرحبا بها كل شيء. ما بقى عندي حتى حاجه، وليت كنضطر انا اللي نخدم على راسي ونخدم. وكتعرفوا الاجير اليومي يعني راه الصالير ديالو واش الكرا واش المعيشه واش البنت واش المرض ديالو واش. ودابا المشكل كنعاني وان الدواء ديال السرطان تيكون غالي، وقلت انا غبط باش دير لي راديو وتمشي تنكناس باش دير الشيمي. يعني خصك في اي حركه ميم حتى غير السبيطار ديال لاله سلمى هنا ولا المستشفى الاقليمي ديال خنفره خاصك ام 30 درهم غير ديال الطاكسيات على وروتور. يعني الانسان ما خدامش وما عندوش مردود قار وما عندوش صالير فيكس، يعني كيتسنى غير الله وسميتو. راه الحاله يرسلها زيد المصاريف اليوميه زيد الكرا زيد الماء زيد الضوء. يعني خلاصه القول الحمد لله على كل حال، وكنتسنى من الله ومنكم شي مساعده واللي دار شي حاجه ربي ما غاديش يضيعها. السلام عليكم. هاد السيدة سنة مريضة، صاحبتنا وجارتنا واختنا، ومرضات مسكينة بالسرطان، جاها البزولات بجوج وما كاينش مسكينة اللي يشفق عليها، ويتيمة ما عندها حد، ما عندها غير الله سبحانه وتعالى. والناس تنطلب منكم الناس المحسنين اللي قدر على شي حاجة يعطيها لهاد البنت هادي يعاونها بها في سبيل الله لوجه الله تعالى. راه جارتنا واختنا وحبيبتنا راه على حالة الله، ما عندها مسكينة لا ما تاكل لا ما تشرب لا باش تعالج لا والو، حتى الوالدين ديالها ما عندهمش، ماتوا. هادشي اللي كاين الا عندكم باش توقفوا معاها وقفوا معاها، ما عندكمش الغالب الله، راه كلشي بأجر عند الله.